كلمتين خفاف مع حمزة. صباحكم بالخير، صباحكم مزيان وبالطاقة وبالحب مليان. الناس الكل يحبوا يعيشوا حياة سعيدة وسهلة، يحبوا ويتحبوا، يكونوا مشهورين ويكون عندهم برشا فلوس. كل حد يحب هذا، مش سهل انه يعجبك. كان نسألك توا ونقولك شنو تحب من الحياة، باش تهز راسك الفوق بكل فخر وتقولي نحب نكون سعيد وعندي أسرة رائعة وخدمة نحبها. لكن للأسف هذا الجواب منتشر في كل بلاصة ولا يعني أي شيء. لكن فما سؤال أكثر اهتمام، شنو الألم؟ شنية الوجيعة اللي تحبها في حياتك؟ شنو اللي تحب تناضل على خاطره؟ خاطر يظهر المحدد الأكبر لكيفية تحول حياتنا. الناس الكل يحبوا علاقات رائعة، لكن ما فماش شكون مستعد للمحادثات الصعبة والصمت المحرج والمشاعر المؤلمة والدراما النفسية والعاطفية للوصول وين تحب. السعادة تتطلب النضال، خاطر كل حاجة إيجابية في حياتك ما هي إلا تأثير جانبي لتعاملك مع كل ما هو سلبي. في جوهر كل السلوك البشري احتياجاتنا متشابهة لحد ما. للناس يحبوا يلتحقوا بجامعات القمة والحصول على تعليم أكاديمي ممتاز يؤهلهم للحصول على خيارات معيشية أفضل لبقية حياتهم. لكن ما توفاش بك الحكاية إذا ما سهرتش الليالي وما استهلكتش الكتب. كلمتين خفاف مع حمزة.